الكرام في موجز أهم الأخبار الرياضية، وهنبتديها مع حضراتكم من عودة الهلال للدوري المصري الممتاز، انطلاق مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز اليوم. تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة في الأسبوع الأول من البطولة. تبدأ المواجهات في 6:00 اليوم بالتوقيت المحلي بلقاء أسوان مع ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي البنك الأهلي ضيف فاركو ويواجه المصري ضيفه سيراميكا. وتبدأ مواجهات غدا الأربعاء بلقاء الإسماعيلي وضيفه الأهلي على استاد برج العرب، كما يلتقي إنجي منافسه بيراميدز، ثم يلعب الزمالك ضد سموحة على استاد الجبل الأخضر. ويصدر الستار على الجولة يوم الخميس المقبل بثلاث مباريات تجمع بين المقاولون العرب وضيفه غزل المحلة، ويواجه فيوتشر ضيفه حرس الحدود، ويلتقي الداخلية منافسه طلائع الجيش. ولسه مكملين مع حضراتكم من اخبار انطلاق الدوري المصري الممتاز، وزيزو بيتصدر قائمه اغلى 9 لاعبين في الدوري المصري. تصدر احمد سيد زيزو صانع العاب نادي الزمالك قائمه اغلى 9 لاعبين في الدوري المصري، وذلك قبل انطلاق النسخه الجديده من عمر مسابقه الدوري العام والتي بتحمل نفس النسخه رقم 64، حيث قدم زيزو مستوى متميز للموسم الماضي بعدما تصدر قائمه الهدافين بختام الموسم. وارتفعت قيمة زيزو إلى 2 مليون يورو من 2 مليون يورو لتصل إلى 4 ملايين يورو بعد نهاية الموسم الماضي، فيما جاء المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 3 مليون و 500 ألف يورو. خليني أقول لحضراتكم إن محمد الشناوي جه بقى في المركز الثالث بعد أليو ديانج ب 3 ملايين يورو، ومن بعده رمضان صبحي 2 مليون و 800 ألف يورو، أما إمام عاشور ف 2 مليون يورو، والونش لاعب نادي الزمالك 2 مليون يورو، ومحمد شريف مهاجم النادي الأهلي 2 مليون يورو، وبيرسيتاو نفسه بنفس القيمة 2 مليون يورو، وأفشا أيضا 2 مليون يورو. ونروح مع حضراتكم لمنتخب الشباب بيخاطب السنغال ونيجيريا لمواجهتهما وديا قبل بطولة أمم إفريقيا. خاطب منتخب مصر للشباب مواليد 2003 كل من السنغال ونيجيريا لمواجهة أحدهما وديا في فبراير المقبل، وده طبعا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي بتحتضنها مصر في نفس الشهر من العام القادم. وقال محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب إن هدف الجهاز الفني في الفترة المقبلة هو طلب تنظيم مباريات ودية قبل خوض بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا أنه يريد الاحتكاك القوي بالمنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات الرسمية، لأن المباريات الودية مهمة للغاية. ونروح مع حضراتكم لكرة اليد ويد الأهلي أمام مدرع سعودي في كأس العالم سوبر بلو. يلتقي فريق كرة رجال اليد بنادي الأهلي مع نظيره مدر السعودي اليوم الثلاثاء في أول مواجهاته بكأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية. وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد رجال يد الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي وبطل السعودية. يوجه الأهلي الشكر مؤخرا إلى المدير الفني دانيال جوردو المدير الفني للفريق، طبعا ده كان بعد خروج الفريق من نصف نهائي بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس، وذلك طبعا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، ليعلن المسؤول النادي الأهلي عن تعيين الأسباني ديفيد ديفيز المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر في كأس العالم للأندية. ونروح لحضراتكم مع حضراتكم لأخبارنا العالمية، والرئيس الفرنسي بيهنئ بنزيما بعد التتويج بجائزة الكرة الذهبية. هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنه النجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني على التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، طبعا بعد الحفلة الذي أقيم بالأمس في العاصمة الفرنسية باريس. وتغنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنجم الفرنسي كريم بنزيما بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم طبعا من مجلة فرانس فوتبول المانحة للكرة الذهبية.
وكتب ماكرون عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة تويتر جائزتان ورقم قياسي سيسجل في تاريخ كرة القدم بعد 24 عاما من فوز زين الدين زيدان. قدر كريم بنزيما ان هو ينجح في جلب الكرة الذهبية الجديدة الى فرنسا، مبروك له. ودي كانت ابرز اخبارنا الرياضية النهاردة في موجزنا الاخباري، انتظركم ان شاء الله في المزيد من تغطيات رياضية اخرى، وشكرا لحضرتك.